اللي تضررت يا فندم، يعني الناس اللي راح اشترى حط معلش اسمح لي يعني بالتعبير المصري شقة عمره، يعني لو انا بتكلم عن شاب كان عنده مبلغ واشترى شقة عشان يتجوز فيها، وناس كتيرة جدا على فكرة اشترت في هذه المنطقة، احنا امام مأساة. طبعا انا شايف انه حق الناس دول مش عند الحكومة، حقهم عند من استحل اموالهم وفعل ما فعل، واعتقد ان هم كلهم يجب ان يرفعوا قضايا تعويض على هذه وعلى فكرة يعني انا اعتقد ان هم سوف يجدوا يعني نتيجه لرفع قضايا التعويض. تعرف يا فندم طريق المحاكم ده طريق طويل جدا، معلش بس يعني احنا برضو يعني انا عاوز اقول انه احنا هنا ببساطه تطبيق قانون القانون رقم 119 بتاع البناء بيقول يحظر البناء بدون ترخيص ويحتم على جهه الاداره وهي المحافظ ان يصدر قرار بالازاله والفوريه وعلى نفقه المخالف، وهذه قرارات غير قابلة للطعن عليها أمام القضاء، قرارات الإزالة لأن دي مرتبطة دي تنفيذ لقانون، وتنفيذ لقانون الغرض منه الحفاظ على أرواح البشر. يعني سيادتك بتكلمي على العمارة وبتقولي منظرها وهي بتقع، طب تخيلي منظرها وهي بتقع وبداخلها سكان. قصدك ان في مخالفات في البناء ايضا، يعني هندسيا هذه العقارات غير صالحه، هذه العقارات مبنيه بدون ترخيص، معناها ان هذا الشخص الذي بنى لم يقدم المعايير يقدم رسومات تعتمد من قبل جهات الاداره. تمام. فليس معروف اذا كانت صممت على اساس صح، ليس هناك تامين على العقار، ليس هناك اي ضمانات، لان اي حد يشرف انه حد يكون اشرف على هذا العقار. وعلى فكره انا مكلف لجنه كبيره من اساتذه الهندسه انها تاخد عينات من الخرسانات اللي هناك وتجري عليها تحاليل عشان نظهر للراي العام حجم ما كان يحاك بالمصريين الابرياء اللي كانوا يسكنوا في العمارات دي. طيب